السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مرحبا بكم أعزائي الطلبة في نظام الموديول للسمستر الثاني السنة الأولى في الطب البشري جامعة طبرق. في آخر محاضرات النيوبلاجيا في الجزء المخصص للجنرال باثولوجي of the semester pathology اللي هو الجزء الأخير من الرابعة من الجزء الأخير من الجنرال باثولوجي، والآن نقوم بمراجعة أو أخذ الجزء الأخير من هذه الجزئية، وهو ما يختص بالكلينيكال أسبكت and the cancer diagnosis of the neoplasia. قبل ما نبدأ ناخذ الكلينيكال أسبكت of the neoplasia and the cancer diagnosis, we would like to pass throughout an important issue which is called the diet and cancer. ما هو علاقة الأكل والبيئة الغذائية حوالينا بحدوث الكانسر؟ فشن رأيكم أنتم؟ طبعا الموضوع شوية مرعب في نفس الوقت exciting، يعني مشوق، ان احنا اذا جنبنا انواع معينه من الاكل ففرصه اصابتنا بالسرطان تقل، فهذه تعتبر زي ما يقولوا protection is better than the treatment or promotion is better than the treatment، الوقايه خير من العلاج. فطبعا الماده اللي تسبب السرطان حسب محاضره اللي فاتت سميناها كارسينوجين، المسرطن او الماده المسرطنه، وهي تختلف حسب نوعين، يا اما تكون دايركتلي اكتنج كارسينوجين زي ما خذينا في السايكلوفوسفامايد اللي هو الكاليتنج ايجنت، او اندايركتلي اكتنج كارسينوجين زي البنسبيرين اللي هو بريزنت ان ذا توباكو سيجاريت سموكينج. ف يا اما الماده المسرطنه تكون جايه من الخارج وهذه تسمى اكسوجينس كارسينوجين، انك انت تاخذها اصلا مسرطنة من البيئة اللي حواليك وتكون جاهزة وأنها مسرطنة، أو إنها أنت تأخذ مادة غذائية معينة في الغذاء تتحول داخل جسمك إلى مادة مسرطنة يسموا فيها endogenous carcinogen. إذا المادة المسرطنة تتحول كمادة مسرطنة ليس خارج الجسم ولكن داخله. الاحتمالية الثالثة هو أنك جسمك أصلاً متحملش المادة المسرطنة وما فيش أي بروتكشن لوجود أو دخول مادة مسرطنة داخل جسم الإنسان، ففي اللحظة هذه العملية الثالثة مش إن المادة المسرطنة مادة مزعجة، هو ببساطة جسمك ما هواش محمي إناف إن هو يتحمل هذه المادة المسرطنة. عذرا بنحول الإي هذه لكابيتال because it's in the beginning of the sentences. ما هي أمثلة المواد المسرطنة للجسم؟ أول example هو الأفلاتوكسين B1 وهي مادة مسرطنة للكبد تسبب في تحول الخلايا السرطانية الخلايا الكبدية إلى خلايا سرطانية أو حدوث ما يسمى بهيباتوسيروكارسينوما ACC، موجودة طبعا في منطقة وسط أفريقيا. ليش؟ لأن قلنا القبائل الأفريقية غالبا يستخدموا في الكاكاوية اللي هي بينوتس اللي هي الفول السوداني، وينمو على هذه الفول السوداني فطر يسمى أسبيراغالوس فليفس. أسبيراغالوس فليفس أو فطر الزغاب أو الزغب الأسود فليفس related to the substance sorry the, to the to the Aspergillus nigra اللي هو الأسود، البياض الأسود نفس اللي موجود على زغاب الخبز أو فطر الخبز الأسود. تذكروا أول ما تحط خبزة تيبس ويصير لها رطوبة يتحول عليها مادة على هيئة زغاب أسود، نفس الفطر هذا. عموما ينتج هذا الفطر مادة اسمها أفلاتوكسين B1 which is direct carcinogen، مسرطن اساسي لخلايا الكبد وتسبب في هيباتوسيروكارسينوما، وهذا هو السبب قلنا القبائل الافريقيه يخزنا في الفول السوداني في خيم متعرضه للرطوبه ويقعد سنه او سنتين ينمو عليه هذا الفطر ويكون السم الذي يسبب في تسرطن الكبد.
المحليات الصناعية artificial sweeteners والفود additives اللي هو المواد اللي يحطوا فيهن عشان يحفظوا المواد الغذائية كحافظات غذائية في العلب وفي الأكياس المغلفة. هذا غالبا تكون contaminated، يعني تتلوث مع مواد عبارة عن pesticide اللي هن pesticide المواد اللي هو ضد الحشرات، و herbicide المواد ضد الأحشاب الأحشاب المزعجة اللي هي غالبا تحد من نمو النباتات. ف these are a substance which is the food additive or artificial sweetener which is has been contaminated with this pesticide usually contain substance which act as a carcinogen. Example على artificial sweetener cyclamate، طبعا artificial sweetener يستخدموا فيهن instead of sugar، بدلا من السكر، مرضى السكر والجماعة اللي يديروا في دايت عشان يخفوا وجود الكربوهيدرات في الطعام، فيستخدموا cyclamate and saccharine. These substances which are artificial sweeteners، sweeteners اللي هن المحليات الصناعية are implicated، لها علاقة بسرطان المثانة البولية bladder cancer. عموما إذا قلنا دائما كي نقولوا bladder cancer معناها سرطان المثانة، مش ضروري نقولوا urinary bladder، فهي اختصار لها bladder cancer. كذلك وجدوا بأن في مادة يحطوا فيها كحافظ غذائي لكثير من العلب الغذائية زي البير أو الجوس العصير أو البيرة، وهذه المواد تحتوي على نيتروزامين أي نيتروزاميد، النيتروز أميدات والنيتروجين نيتروجينيات اللي هن نيتروزامين، أمينات النيتروز وأميدات النيتروز. These are usually incriminated in the gastric cancer. ليش؟ لأن الصوديوم نيترات وبقية الفود بريزرفيتيف اللي يحطوا فيها في العلب، المواد السائلة زي العصير والبيرة والمواد الحافظة، هذه المواد الحافظة تطلق free radicals and reactive oxygen species فتسبب فيه الهجوم على الميكوزا وتسبب في transformation of the mucosal cells at the stomach to gastric cancer اللي هو سرطان المعدة. إذا هذان ثلاثة example of the carcinogen. أول ما درسوا الانيمال فات اللي هو الدهون الحيوانية، وجدوا بأن وجود الانيمال فات بكمية كبيرة مع غياب الألياف الغذائية في الطعام تساعد على حدوث سرطان القولون. لماذا؟ وجدوا بأن وجود دهون كثيفة في القناة الهضمية تسبب في أن البايل يفرز اللي هو الصفراء، والصفراء تفرز من قبل الكبد وتخزن في المثانة أو الحويصلة المرارية gall bladder. This bile contain bile acid. البايل أسيد هذني تمام يحولنها الانتستاينال فلورا اللي هو الكائنات الدقيقة الموجودة في القولون إلى ميتابولايت، مواد كيماوية معينة تتحول بالتدريج إلى كارسينجين. طبعا تلاحظوا بأن المواد الأصلية اللي هي البايل أسيد هذه تلخبط التوازن البيئي الميكروبي في القولون، فتلغي الميكروبات المفيدة للقولون وتساعد favoring the growth of the microaerophilic bacteria، فتساعد على نمو البكتيريا اللاهوائية أو شحيحة الهوائية التي طبعا تنتج كثيرا من المواد هذه البكتيريا اللي هو الميكروايروفيل microaerophilic bacteria. هذه البكتيريا تنتج كثيرا من المواد والتي تعتبر ايش كارسينوجين. اذا البايل اسيد اللي حفزت انتاجها عن طريق وجود كميات هائله من الدهون داخل القناه الهضميه والقولون. اذا التاثير غير مباشر عن طريق ايش تحويل القناه الهضميه الى بيئه سهله التكوين فيها في كائنات دقيقه اخرى اسمها المايكرو ايروفيل. ليش؟ زي ما في كونسبت في الادب يقول لك غاب القطه لعب يافار، يعني بمجرد ما البايل اسيد هذني يتكون يقضن على البكتيريا النافعه ويساعد على نمو بكتيريا غير نافعه غالبا ما تكون مايكرو ايروفيليك، يعني شحيحه او اللاهوائيه او شحيحه الهوائيه،
والتي تقوم بإنتاج هذه الكارسينوجين. إذا التوازن البيئي طبيعي مفروض يكون بعدم إنتاج كميات كبيرة من البايل أسيد، اللي هي من حفز البايل أسيد أن تتكون وجود كميات كبيرة من الأنيمال فات، الدهون الحيوانية في القناة الهضمية نتيجة التهام أو أكل العديد من المواد الدهنية. العامل الآخر اللي هو له علاقة بالغذاء والسرطان هو المضادات الأكسدة زي فيتامين سي وإي وإي، وكثيرا من الترايس إلمنت العناصر النادرة زي الزنك والسيلينيوم والمولبدينم. ذيس أول اللي هي زي السيلينيوم والفيتامين إي وإي وسي، they are anti-carcinogenic effect. ليش؟ لأن يقلل من تكوين الفري راديكالز اللي هنا الرياكتيف أكسجين سبيسز، لذلك نعتبر فيه نحن في الطب أنتي أوكسيدنت، فدائما يسموا فيه مضادات الأكسدة. البنات اللي يهتمن بشرتهن ويبن يستخدمن كريمات عشان يحولن البطرات الجلدية والتقرح الجلدي وغيرها من العلامات والهالات حوالين الجلد، تأخذ أي كريم تقرأ عليه مادة مكتوب فيها أنتي أوكسيدنت، مضادات للأكسدة. كذلك بعض الرجال اللي they hope to يعني to produce children يبوا خلفة، فالدكتور يقول لهم الحيوانات المنوية عليها ستريس واجد أكسدة، فنضروا نعطيكم فيتامين A و E و C و molybdenum ولا selenium ولا zinc. These substances are usually antioxidant or decrease the effect of the free radicals or reactive oxygen species على الخلايا، وبالتالي يقل تدمير الخلايا وتحولها الى خلايا سرطانيه. الفيتامين اي اللي هو الريتينويك اسيد، الريتينويك اسيد اصلا تكوين الاساسي مفروض نقوله نحن نصف حلقه البيتا كاروتين، فهاف بيتا كاروتين is simply the vitamin A which is chemically called as retinoic acid. تلاحظوا بان لو خذينا الصوره هذه ان السود ستريتيفايد كلما نرسليتد ابيثيليوم وذ جوبلت سيلز اللي هي هذه تتحول مع التدخين المزمن الى خلايا اكثر مقاومه، وهي الخلايا من سكويمس. فالسكويمس ميتابليجيا occurs here. اعتقد اني انا مش ملزوم باني نعطي الميتابليجيا، لان الدكتور احمد جوده اوريدي عطى الادابتيف سيلولار ريسبونسز اند ذا نيكروسيس اند ابوبتوسيس وبقيه الانترودكشن تاع جين الباثولوجي اللي فيها الميتابليجيا، which is part زي ما حكينا من سبعة أخوة للبلاجيا brothers. We call them as a plagia brothers which is the anaplasia, aplasia, hypoplasia, hyperplasia, metaplasia and dysplasia. عموما this metaplasia وجدوا بأن إذا أعطينا فيتامين A للشخص اللي smoker مدخن وصار له سكويمس ميتابليجيا، وجدوا بأنه سهل جدا بأن هذه سكويمس ابيثيليا، تمام، وهذه الابيثيليا الاصليه اللي هي من السودو ستريتيفايد كولامينر سيليتد ابيثيليوم وذ جوبلت سيلز اللي هي نحن نسمو فيها في الهيستولوجي ذا كلاسيك ريسبيرتوري ابيثيليوم. وجدوا لو اعطيت فيتامين اي يتحول السكويمث ابيثيليوم باك تو ذا اوريجينال ابيثيليوم ويتش از ذا ايش ريسبيرتوري ابيثيليوم، فهذا يساعد على تحويل الميتابليجيا الى باك تو نورمال. اند ذيس از وات از ريتن هير. Retinoic acid, which is vitamin A, promotes epithelial differentiation and reverses the squamous metaplasia back to the respiratory epithelium in case of chronic habitual tobacco smoking. جماعة اللي دخنوا في السيجارت أو التدخين. السؤال المهم جدا والذي يفرض نفسه والذي ضروري أن نفهمه نحن، يجب أن نفهم لدينا شيء معين. أعتقد أني I have to make it little bit like animated عشان يسهل عليكم فهمها. عموما السؤال أو سألت نفسكم أنتو توا، ممكن تسألوا نفسكم أنتو توا، لماذا الناس اللي ياكلوا في الالياف الغذائيه الكثيره في الغذاء يقل فرصه اصابتهم بسرطان القولون، والناس اللي ياكلوا في دهن كثير ودهن دهن حيواني كثير والياف غذائيه قليله يستسهل عليهم يعني الاصابه بسرطان القولون؟
عموما high dietary fibers importance. What is the importance؟ أول أهمية للدايتري فايبرز هو أن هي تزيد من حجم البراز. عندما يزيد حجم البراز يتحرك البراز إلى الأمام ويخرج إلى الخارج عن طريق عملية التبرز، وهذا يخلي البراز متحرك أو في حالة إيش؟ ديناميكية. العامل الثاني هو أن الترانزيت تايم of the stool to the mucosa become less. نحن قلنا الميكوزا تتعرض ل putative offender. طبعا انتم ضروري تفهموا اللغة الإنجليزية بشكل كويس. كلمة putative معناها مزعوم أو المفترض، المفترض أو المزعوم. offender الغازي أو العدو. إذا أنت تتصور بأن البراز فيه مواد سرطانية لو احتكت بالميكوزا متاع القولون تسبب في حدوث سرطان. نضرب لكم مثال بسيط. لو أنك أنت ماشي في شارع والشارع هذا كان فيه ترافيك، يعني ساعة واحد ونص والسيارات كل مروحات والمدارس مروحات في نص البلاد، حتلاحظ أن السيارة على سيارة وحركتك داخل المدينة في فترة 40 دقيقة أو ساعة يدوبك تعلق أولى أو ثانية. معناها حركة تحركك للأمام لأن فيه زحمة أو احتكاك ترافيك شديد. فتوقع بأن ترانزيت تايم از ايش؟ از يعني لونج، مدة انتظارك حتكون طويلة إلى أن تصل إلى المكان متاعك لأنها في زحمة، زحمة مواصلات، فهذه يسموها فيها ترانزيت تايم. لو أن الطريق فاضي نفس المكان اللي أنت قعدت فيه 40 دقيقة حتمشي فيه بسرعة أقل من 30 ثانية لأنك أنت تجري بسرعة عالية، ففرصة أنك أنت تتعرض لاحتكاك أقل في سرعتك العالية. فهذا هو قصدي بهذا الكلام. The transit time in case of the dietary fibers is less. ليش؟ لأن dietary fibers يسرعا من سرعة القناة الهضمية أن البراز يمشي الأمام بسرعة أكثر، وبالتالي the transit time is decreased. كذلك وجدوا بأنها كثيرا من الألياف الغذائية أصلا لو كان فيه موجود كارسينجين في الستول it will bind it، يعني ترتبط به وتسبب له deactivation وبالتالي تسبب protection to the mucosa. آخر سبب لماذا الألياف الغذائية تقلل من فرصة إصابة سرطان القولون ويجب أن نأخذها نحن بكمية يعني كافية هو أن الدايتري فايبرز usually protect against a disease called diverticulosis. Diverticulosis هو عبارة عن outpouching of the mucosa مش من inside outside. فالوول متاع الكولون يقعد ايش؟ متكيس بشكل خارجي عبر السيروزا. وهذا يخلي في فرصة ان كثيرا من المسرطنات تعرض لها الميكوزا تحت القولون وتسبب في تسرطن. إذا الديزيز اللي ساعد على حدوث سرطان القولون اسمه diverticulosis coli. وجدوا بأن الدايتري فايبرز يقلل من فرصة الحدوث بهذا المرض اللي هو diverticulosis coli، وبالتالي لا شك بأن مدام predisposing factor which is diverticulosis coli becomes less because of the high dietary fiber consumption then eventually there will be a protection against CRC. CRC طبعا دائما قلت لكم اختصارات في الطب CRC colorectal cancer. colorectal cancer CRC زي ما خذينا من قبل في snake like fashion RCC renal cell carcinoma RCC. النقطة الجاية هو ان ما هي الدايت بصفة عامة مش بس الكانسر في systemic disease. وجدوا بان الكوليسترول خاصة low density lipoprotein كوليسترول موجود في animal fats which contain saturated animal fat زي الايج البيض والبتر الزبدة والبيف اللحوم الحمراء. usually these substances are atherogenic يعني تسبب تصلب للشرايين. عكس ذلك الدهون النباتية زي corn oil زيت الذرة والسافلور oil زيت عباد الشمس والفيش oil بالذات الفيش اويل اللي هو زيت كبد الحوت الذي يحتوي على اوميجا 3 جروب اوف فاتي اسيد. كلكم
تقرأ في الصيدليات مكتوبة يقول لك هذا المستحضر يحتوي على الدهون العديدة الواقية التي تسمى أوميجا 3 فاتي أسيد، أحماض الدهنية أوميجا 3 which is usually they are polyunsaturated fatty acid. شنو معنى هيدروكربون which is polyunsaturated؟ أنتوا خذيته في كيمياء في سنة أولى أو في السمستر الأول أو لبعض منكم قاري إعداد، هو أن الرابطة بين الكربون تكون غير مشبعة، يعني يا ثنائية يا ثلاثية. فthese are called polyunsaturated hydrocarbons fatty acid. Example of them linoleic acid, oleic acid and linolenic acid. These are group which is called omega 3 fatty acid. الأوميجا 3 فاتي أسيد موجودة في الليفر فيش أويل زيت كبد الحوت، و إذا خذيناهن بكمية كافية وجميلة و يعني مفيدة فتحمينا من مرض تصلب الشرايين القلبية الذي يسمى coronary artery disease or chronic heart disease، اللي هي غالبا يسموه فيه في الطب بلغة الطب باسم ischemic heart disease. ischemic heart disease IHD. الثوم يعتبر anti platelets، يعني يساعد على عدم حدوث خثرة دموية ويباعد تجمع صفائح دموية، لذلك وجدوا بأنها ثومة كبيرة يوميا يسبب في selective COX 1 and 2 inhibition، ويأثر زي ما يأثر الأسبرين بالضبط على الدم، يعني يسبب في زيادة من سيولة الدم وندرة وقلة في حدوث أو فرصة حدوث الخثرات الدموية. لذلك المرضى اللي عندهم قابلية للجلطة سواء كانت دماغية أو قلبية نعطوهم ثومة كبيرة يوميا التي تعتبر أنتي بليتلتس، ولذلك تعتبر كويسة to fight against heart disease protective to the heart، يعني كويسة للقلب. طبعا هذا ما لهنش علاقة بالكانسر، باعتبار اني خذيت الدايت فقلت ممكن نقول بعض اشياء المعلومات العامة على الدايت and the systemic disorders، يعني الامراض العامة للجسم. وجدوا بان كل ما قللنا الملح في الطعام كل ما الضغط كان اقل، وبالتالي المرضى اللي عندهم ضغط مفروض يقللوا الملح في الطعام. اخر حاجة، وكان تبوا حياتكم تكون كويسة يا جماعة، ارجوكم قلوا من الاكل باهي، يعني فيصل الموضوع في فهم الأمور الطبية، كل ما الإنسان قلل من تناول كميات من الأطعمة خاصة التي تحتوي على هاي كالوري كل ما عمره يزيد. طبعا احنا كمسلمين عارفين بأن الأعمار بيد الله، وكل إنسان له عمر يعني مكتوب له يعيشه، ولكن لا شك بأن الناس اللي يأكلوا في animal fat واجد وكربوهيدرات واجد وساتوريتد فات واجد يعيشوا أقل، أما الناس اللي يأكلوا أقل ويصيموا واجد وما يأكلوش واجد والله يأكلوا في كال ما فيش كالوري واجد، فاللي يسموا فيها caloric restriction convincingly بشكل مقنع لا شك إنه يعيشوا أطول حياة. وهذه رسالة للجميع، وأوصيكم إنكم تقولوها لأقربكم وناسكم، تمام؟ Okay, so back to the same topic of the cancer. والآن حاليا نبدأ في موضوع جديد مهم، وهو حكينا نحن على تصرفات الكانسر في ما مدى تأثير الكانسر على جسم الإنسان. تو ناخذ العكس، ما مدى إن جسم الإنسان يقاوم الكانسر. So what are the host defense mechanism against tumor؟ ما هي وسائل حماية الجسم against the cancer؟ خلينا من قبل بأن tumor cells can be recognized as a foreign antigen by group 1 major histocompatibility complex which is usually activated by the initial steps of the HAPC antigen presenting cells which is the dendritic cells or the macrophage which usually present the antigen to the CD4 plus اللي هي CD4 T helper cells اللي بعدها تدير activation للمين acting lymphocyte which is KTL cytotoxic T lymphocyte CTL KTL which is usually CD8 plus اللي هو تحتوي على receptor which initially identify the major histocompatibility complex called TCR TC receptor. فلو سألتكم قلت لكم what
the TCL receptor, قولي لي receptor which is located on the top of the surface of the T cell CD48 plus اللي هي cytotoxic T lymphocyte KTL CTL. من المعروفة ان this recognition throughout the major histocompatibility MHC class 1 اللي هو نفسه يسمى هيلا HLLA human leukocytic antigen or human leukocytic antigen. The major histocompatibility complex هذا play a major role in the immune recognition of the tumor cells. لذلك تلاحظوا بأن إذا كان المريض يأخذ في immune suppressive treatment يعني علاج مضاد للمناعة ففرصة إصابة البون مارو إن تكون غير نشط في نفس الوقت الكانسر يزيد. إذا فرصة الكانسر تزيد واجد 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 إذا كان البون مارو inactive و there is immune suppression so the risk of the development يعني of the cancer is more. يعني ببساطة جدا هو أنت أصبت بالكانسر مش لأنك أنت مش لأنك الكانسر خلايا الكانسر شديدة الحيلة والقوة والجبروت والبطش، لا هو أنت أصبت بالكانسر لأن جيشك ضعيف. إذا المناعة تحكم تكون السرطان في أي شخص وبصفة عامة. لو أعطيتكم معلومة قلت لكم السرطان شائع أول ما يكون فيه ضعف عام في المناعة الجسم، زي أول ما تكون إيديوباثيك عوز مناعي immune deficiency or immune suppression which is idiopathic. Idiopathic معناها مجهول السبب أو عديم السبب. Drugs أدوية مثبطة مناعية drugs. HIV اللي هو فيروس الايدز ورجاء ما تقولوش ايدز زي ما يقولوا الناس العاديين. It's called AIDS AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS. والله في حالة ان نحن نديره تثبيط مناعي عن طريق زرع الاعضاء زي اللي يزرعوا في الكبد او الكبد الكلى فنعطوهم ادوية مثبطة مناعية. تمام؟ حاليا نبدأ في الافكت اوف ذا كانسر اجينست ذا سوري ذا هوست اجينست ذا كانسر which is called the paraneoplastic syndrome and cancer cachexia. Started by what is the effect of the tumor to the host. Number A حندرسو paraneoplastic syndrome وحنعرفو ايش معنى كلمة paraneoplastic syndrome والثانية اللي هي الهزال اللي يصير عند بعض المرضى نتيجة الكانسر. واكيد كلكم لما تزوروا مريض كانسر لا سمح الله تلاحظوا بانه هو زي ما نحن نقولوا جلد على عظم يعني عنده نحافة شديدة. هذه النحافة تسمى في الطب تحت اسم كاشاكسيا في بعض الناس خاصة الايست كوست اوف ذا American pronunciation or accent or pronunciation we call it cachexia or cachexia. عموما what is paraneoplastic syndrome اللي هو اول syndrome له علاقة بمدى تفاعل الجسم مع السرطان. Paraneoplastic syndrome is the manifestation that occurs in the patient with cancer. وهذه المانيفستيشن cannot be readily explained لا تستطيع ان تفسر either by local tumor spread or distant metastasis. Usually this manifestation which is called paraneoplastic syndrome is due to endocrinopathies يعني مواد هرمونية تنطلق نتيجة لنشاط السرطان نفسه. فلو انت كنت شاطر وتبي تشوف التسمية حسب ال exact phonation or the alphabetical ordering we can say para means موازي neoplastic means cancer syndrome means متلازمة معناها المتلازمة اللي توازي وجود سرطان داخل الجسم. وحناخذوا ثلاث أمثلة للparaneoplastic syndrome. One of them is hypercalcemia ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم والآخر Cushing syndrome متلازمة Cushing والآخر اسمها non-bacterial thrombotic endocarditis NPTE non-bacterial thrombotic endocarditis. Cushing syndrome is mainly انتم عارفين بان متلازمة Cushing ممكن قد تكون خذيتوها في الفسيولوجي كزيادة لهرمون ينطلق من الغدة النخامية. هذا الهرمون يسبب في تحفيز الغدة الفوق كلوية suprarenal or adrenal gland to secrete the cortisone. الهرمون هذا اسمه ACTH adrenocorticotropic hormone. فوجدوا بأن كثير من السرطانات
ينتج فيه المادة شبيهة بالاي سي تي اتش، لذلك نسموه فيها اي سي تي اتش لايك هرمون. This will produce the effect which is called Cushing. فناخذ مثال هنا، هذه سرطان الرئة اللي نحن نسموه فيها سرطان خلية الشوفان أو سرطان الخلية الصغيرة small cell carcinoma or odd cell carcinoma of the lung which produce usually a tumor called odd cell carcinoma which will produce a substance similar to the ACTH adrenocorticotropic hormone. حيأثر على الأدرينال كورتكس adrenal or supraadrenal cortex to produce age متلازمة كوشنج. يصير في hypokalemic alkalosis hypokalemia and metabolic alkalosis و Cushing syndrome اللي هو الوجه يكون متدور زي وجه القمر، الوجه يقعد دائري، دائري الوجه والوجنتين جدا حمر، ولكن تلاحظوا بأن بقية الجسم كان في هزال، في هزال في الجسم. ف this is atypical Cushing syndrome اللي يحدث فيها تورم في الوجنتين واحمرار في الوجنتين والوجه واستدارة في الوجه، يسمون فيها وجه القمر moonlike face. هذا المتلازمة الأولى من متلازمات البارانيبلاسك. فتلاحظوا بأن وجود الورم هذا اللي هو small cell carcinoma or odd cell carcinoma أدى إلى تكوين مادة like ACTH which has affected the suprarenal or adrenal cortex producing a Cushing-like syndrome. المتلازمة الثانية من البارانيوبلاستيك سيندروم هو حدوث الهايبركالسيميا. الهايبركالسيميا وجد بأن الهرمون اللي ينطلق هو عبارة عن هرمون زي الباراثيرويد هرمون PTH باراثيرويد هرمون PTH. فتلاحظوا بأننا دائما في كل مرة نقول لايك هرمون لايك سابستانس، يعني إذا الـ ACTH اللي انطلق مع الـ odd cell carcinoma هنا ما هوش الـ ACTH أصلي اللي ينتقل من البيتيوتري اللي هي الغدة النخامية، ولكنه مادة شبيهة بها ACTH like hormone PTH like substance. تمام. آخر متلازمة من متلازمات البارانيوبلاستيك سيندروم زي ما احنا عرفناها من قبل، قلنا what is paranoplastic syndrome، قلنا هو ذلك الكومبلكس المتلازمة الطبية التي تتصاحب مع وجود سرطان معين داخل جسم الإنسان والتي تفسر بوجود مادة كيماوية شبيهة بالهرمون داخل جسم الإنسان ومصاحبة مع نمو الورم السرطاني، مما يسبب متلازمة طبية اسمها endocrinopathy which explain the paraneoplastic syndrome. لكن في كريتيريا مهمة جدا ضروري تفهموها، هو ان المادة هذه ما هياش نتيجة either local metastasis spread or distant metastasis، يعني المادة هذه الحدث اللي صار او الاكشن اللي صار لا يفسر بحدوث local spread ولا distant metastasis. إذا تكون هذه المعايير الثلاثية هنا وجود clinical manifestation not explained by the local spread or distant metastasis and it's due to the hormone-like substance in association with the cancer spread تسمى هذه المتلازمة الطبية متلازمة الموازية للسرطان أو ما يسمى طبيا بالparaneoplastic syndrome. ثالث وحدة خذناها توا هو وجود تخثر دموي ليس بكتيري non-bacterial thrombotic endocarditis وهذه نتيجة لأن السرطان يساعد على لزوجة الدم وحدوث تخثر في الدم، الحالة اللي نسموها فيها طبيا hypercoagulability state due to the growth of the tumor. الآن نجو إلى الجزء الثاني من التيومر host effect against the tumor which is the cancer cachexia. كيف يعرف الكانسر كاشكسيا؟ شوفوا الصورة هذه اللي هي مريض نحيف جدا وكأنه زي ما نحن نقوله في الليبيين skin over bones يعني جلد على عظم دنف. دنف الكاشكسيا يسمى الدنف أو النحافة الشديدة cancer cachexia or we can't pronounce it like cancer cachexia is a progressive loss of body fat and profound muscle weakness probably anemia associated with the cancer which is metastasizing. يعني اي ورم
منتشر في الجسم غالبا associated with anemia and severe weight loss and loss of body fat. التفسير متاع المولكيولار ميكانيزم اوف ذا كانسر كاشيكسيا هو ان في كثير من السيتوكاينز اللي ينطلقن incoherently بشكل غير مرغوب فيه زي التيومر نكروسيس فاكتور الفا تي ان اف. رجاء اكتبوا الاختصار متاعها تيومر نكروسيس فاكتور الفا which is called كاشيكتين. الكاشيكتين هذا inhibit the lipoprotein lipase enzyme and suppress the appetite فيساعد على إذابة الدهون ويقلل من شهية المريض، لذلك فيصير في loss of the protein and fat from the muscle. So this is called cancer cachexia. والكانسر كاشيكسيا هذه هو المسؤولة عن النحاف الشديد الذي يحدث لدى مرضى السرطان. هذا هو الجزء ما قبل الأخير من الكلينيكال أسبيكت. توا نجول الكانسر جريدينج وستيجينج والكلينيكال دايجنوسيس. تمام؟ أوكي الآن سنقوم بجولة في فهم الجوانب السريرية للكانسر. We will start first by the grading of the tumor and also the staging. So what is grading means? The method by which we evaluate the extent of the spread of the cancer in an individual patient, we call it staging and grading of the tumor. يعني وسيلتنا ان نشخصه ما مدى انتشار وتقدم الورم داخل جسم المريض يسمى بالجريدينج، يعني مرحلة السرطان staging والجريدينج وما هي درجة السرطان. ليش كلام هذا؟ عشان نعرف ونقوله للمريض ايش to make the decision، عشان ناخذ القرار جراحة ولا كيماوي ولا إشعاعي ولا جراحة وكيماوي إشعاعي مع بعضهم ولا ما نديروش شيء وننتظروا التقدم المرض وهكذا. يجب أن نقوم ب tumor or the cancer grading. So the assessment of the aggressiveness of the disease and we evaluate the level of the malignancy is called grading، درجة السرطان. So the طريقة معرفتنا لما مدى شراسة وعدوانية الورم aggressiveness، ما مدى عدوانية الورم تسمى tumor grading، معرفة سرطان درجة السرطان، وذلك بالاطلاع على التحليل النسيجي للورم لمعرفة cytological differentiation of the tumor. فما مدى differentiation؟ كيف نعرف differentiation؟ ما مدى تشابه الورم نسيجيا مع النسيج الأساسي أو الابتدائي الذي أنتج منه الورم، يعني ما مدى تشابه الورم بالنسيج اللي طلع منه، وكذلك بمعرفة عدد الميتوسيس الانقسامات الخلوية داخل الفيلد المعين. بهذا الشكل نحدد ما مدى درجة السرطان والذي يسمى في لغة التحليل النسيجي tumor or the neoplasia or the cancer grading. فمثلا معظم السرطانات تعرف حسب التحليل النسيجي متاعها بأنها الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. فمثلا ال well differentiated adenocarcinoma with no cancer vascular or lymphatic spread is usually grade 1. فالدرجة الأولى هو الكانسر اللي شبيه بالنسيج اللي طلع منه اللي هو سميناه في الأول كان تذكره well differentiated cancer or well differentiated adenocarcinoma similar to the tissue that has been originated from with no evidence of vascular، ما فيش اي انتشار في الاوعيه الدمويه ولا في الاوعيه الليمفاويه. في اللحظه هذه نسموه tumor grading ب grade 1. اما التيومر اللي ما لهش علاقه او شبه بالنسيج اللي طلع منه فيسمى poorly differentiated adenocarcinoma، والله كذلك السركوما اللي عندها extensive vascular and lymphatic spread غالبا تسمى grade 4 or sometimes if it is unrelated histologically to the origin that has been originated from we call it ايش poorly differentiated adenocarcinoma and sometimes we call it undifferentiated or we can say it's called anaplastic. صح ولا لا؟ anaplastic.
So this is the tumor grading. أما staging فغالبا في سيستم في الكلينيك يسمو فيها TNM staging system. شن معنى TNM staging system؟ T for the tumor size of the primary tumor. حجم أو طول السرطان بسنتيمتر بسنتيمتر. أما درجة انتشار السرطان بالأوعية بالعقد الليمفاوية يسمى spread to the regional lymphatic node. We call it N. So T for tumor size, N for the lymph node, M for the presence or absence of metastasis. فمثلا this system is quite applicable and practical for the tumor, وغالبا بسهولة جدا احنا نطلع فيه بالراديولوجيكال اسسمنت. اما نديره للمريض التراسونوغرافي صورة تلفزيون او اشعة فوق صوتية, او ان نديره كمبيوتر مقطعي تخطيط مقطعي للبطن او الصدر او الحوض computed axial tomography CT scan, او ان نديره رنين مغناطيسي magnetic resonance imaging MRI, ولا occasionally ان نديره عملية استكشافية اللي يسمى فيها laparotomy, ونديره exploration استكشاف لمنطقة الورم لتحديد ما مدى tumor size والregional lymph node spread. ايش معنى regional؟ معناها الليمف نود اللي طلع عن الورم. فمثلا في البرست حيكون في two group of lymph node, internal mammary and the axillary group of lymph node. في حالة مثلا liver and stomach usually the celiac group of lymph node. في حالة testicle and the internal abdominal organ there is a para-aortic group or pre-aortic group of lymph node. عموما هذا بالنسبة لي الـ two major issues في الكلينيك اللي يستخدموا فيهن غالبا الـ cancer grading and cancer ايش staging. تو نجو للـ diagnosis of cancer. غالبا عشان نشخصوا الكانسر ضروري نلقوا في clinical data, يعني نقعدوا مع المريض نحكوا معه ناخذوا careful history taking and clinical examination نفحصوه سريريا, وبعدين نديروا يعني نوع من التحاليل المفيدة في هذا الوضع وهي كالآتي. فزي ما قلنا الآن استخدام الـ specific tool to identify and diagnose the cancer by either clinical history or specific tool زي ما قلنا الـ conventional radiology الإكس-راي العادية أو الـ angiography which is the contrast X-ray of the blood vessels or the ultrasound scanning صورة الأشعة فوق صوتية أو المنظار, أو استخدام العينة السحبية اللي هي نحن نسمو فيها FNAC Fine Needle Aspiration Cytology Biopsy في حالة الأعضاء الصلبة زي الـ breast والثيرويد والليمف نود والسليفري جلاند. أعتقد أنه ضروري نكتب الاختصار الفاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي بايوبسي. اوكي بالشكل هذا تكون الاختصار واجب لان هي تمام تعتبر اختصار فاين نيدل اسبيريشن سيتولوجي بايوبسي. وطبعا هذا يستخدم في الاعضاء الصلبه زي الثايرويد والليمف نود والبريست. الانسجر البايبسي الفرق بينه وبين فاينيد اسبريشن, فاينيد اسبريشن عينه سحبيه بالسرنجة بالسيرنج, اما بالانسجر البايبسي هو ناخذ قطعه من الورم, اما عكسها الاكسجن البايبسي هو ناخذ الورم كله. فما الفرق بين الانسجنال والاكسجن البايبسي؟ هو الانسجن ناخذ جزء من الكتله والاكسجن البايبسي ناخذ الكتله كلها ونعرضها الى الهيستوباثولوجيكال اكزامينشن تو ايدنتيفاي الهيستولوجي, ولا ندير لها ميون ستيننج وذ سبيسيفيك انتي بوديز تو ايدنتيفاي ذا تيومر ماركر ويتش از كولد امينو هيستوكيميكال ستادي اور وي كول ات امينو هيستوكيمستري اي اتش سي. اذا كان العينه نبي ناخذوها اثناء الجراحه ونفحصوها في نفس الوقت هيستوباثولوجي, ان ياخذوا العينه من المريض اثناء الجراحه ويجمدوها بالليكويد نيتروجين بالنيتروجين السائل وتصبح عينه يسموا فيها اف اف بي فريش فروزن بايبسي. وفريش فروزن بايبسي الجراح يعلم التشي دايجنوستس هو داخل حجره العمليات عن طريق الفحص العاجل للتشي دايجنوستس باي ذا هيستوباثولوجي
during the surgery itself، والعينة يجمدوها باستخدام الليكويد نيتروجين أو الماينس 70، فيسموا فيها fresh frozen biopsy FFB. طبعا لا شك بأن من قبل خضينا السيتولوجيكال اكزامينيشن اوف ذا يوتراين سيرفكس، واستخدام السيتولوجيكال اكزامينيشن اللي هو نحن سميناه في حاله السيرفكس يوتراي باي بابينيكولوس سمير، اد وي كول ات ايش باب سمير، اختصارها باب سمير. وباب سمير ما هوش تيشو دايجنوسيس، عباره عن سيتولوجيكال دايجنوسيس، لذلك يسموا فيها سايتوباثولوجي. Cytopathology. Example: carcinoma of the uterine cervix, carcinoma of the uterine cervix, cervix uteri CA. Carcinoma. الgood history taking أحيانا يطلع لك التشخيص متاع المرض. فمثلا example: this is a breast cancer. وجدوا أن قريب حوالي 25% breast cancer يظهر على هيئة إيش؟ pain. أما حوالي 10 إلى 12% nipple discharge، خروج سائل من الحلمة. أما حوالي 20 إلى 23% من البريست كانسر يظهر على ايش؟ palpable mass. اما اللمبنس of the breast or other manifestation it's around how much؟ around ايش؟ 45%. فتلاحظوا بان الجود هيستوري تيكينج لو قعدت مع المريض وحكيت معاه بشكل دقيق سهل جدا بانك تتعرف على تشخيص المرض من الكلينيكال مانيفستيشن اونلي، اللي هي يسموا فيها يعني نوع من الأعراض والعلامات السريرية التي ترشد الطبيب المعالج إلى أنه هناك مرض. فمثلا وجدوا أن the presentation of the breast cancer most of the patients with breast cancer يكتشفوا بالصدفة عن طريق قريب حوالي كم 60 إلى 65% من الحالات يكتشفا بإيش؟ بان يدير او تدير المريضه ماموغرافي، ويظهر الماموغرافي على هيئه ايش؟ ابنورمال فايندينج، فنسموا فيها ابنورمال ماموغرافي. اما قريب 20 الى 25% من الحالات غالبا ان المريضه او زوجها او الطبيب المعالج يكتشف ان هناك كتله محسوسه بالفحص السريري او بالفحص الذاتي للصدر للمريضه او لزوجها، اللي احيانا زوجها اكتشفها فيها، فتسمى palpable mass، كتله محسوسه. اما قريب حوالي 5% يعني 10% either there will be a breast pain which is cyclic pain cyclical يعني دوري، او nipple discharge يعني خروج سائل من الحلمه. وهذا مثال لل ان الهيستوري تيكينج والاكزامينيشن سهل جدا ان يطلع الدايجنوستس للمريضه. Example للجروس سامبلز، هنا لو شفتوا هنا الكتلة هذه هتلاحظوا بأنها متعرجة وفي منتصف الصدر محاطة بكمية من النسيج الدهني. This is an infiltrating ductal carcinoma. You can see إن الماس شكلها متعرج زي النجمة من منطلق الاسم اللي يسموه فيها carcinos or cancer. دائما الكانسر يكون متعرج الشكل وليس محاطا بكبسول، لذلك this is a carcinoma. يعني أحيانا وإنت تدير تطلع في الكتلة من المريض وتقطع الكتلة بقطاع عرضي، وانت زي ما نقول ونشوف العينة بالعين المجردة اللي هي نحن سميناه gross appearance بالشكل الظاهري، سهل جدا بان نتعرفه على ان الكتلة هذه ما هيش كتلة حميدة وانما كتلة ايش؟ خبيثة. شوفوا هنا البوردر are irregular والشكلها stellate. شن معنى كلمة stellate باللغة اللاتينية؟ stellate معناها شكلها نجمي، عارفين او ما ترسم النجمه يجد فيها عده اضلع ومحاور، هذه هي الستيليت ماس. This is an adenocarcinoma breast which is infiltrating the fat، واللون الاصفر هذا هو الفات. وهذه سلايد كان من الممكن ان تكون في مكانها اللي هي بعد هذا السطر، فأعتقد أن المفروض نقدم موعدها، وهي تبين أعتقد خذناها من قبل the difference between the normal cervical uterine cervix pap smear which is called papillocolo smear the normal normally looking squamous cells compared with the abnormal malignant cells with hyperchromatic nuclei nuclear polymorphism and mitosis with altered nuclear cytoplasmic ratio and loss of cellular polarity which are the hallmark of
كانسر سيلز، علامات كانسر سيلز. اعتقد ان الشريحه هذه حتكون بعد الجزء الاخير من هذه الصفحه اللي كتب فيه انا السيتولوجيكال سمير سبيشالي اور اكزامبل يوتراين سيرفكس. الان ناخذ على الصوره هذه اللي تبين مريضه معينه عامله التراساوند سكانينج. شوفوا المريضه قاعده في الوضع النائم والطبيبه تعمل لها في التراساوند سكانينج، مبين ان في كتله هنا hypoechoic mass which is consistent with the breast fibroadenoma. فهذا يبين بان الالتراساوند سكانينج USS التراساوند سكانينج of the breast is quite important as a diagnostic method in the clinical aspect of the neoplasia identification and recognition. الماموغرافي هو ان المريضه، طبعا الماموغرافي نسموا فيها صورة الأشعة المسحية للصدر. المريضة توقف تكون منتصبة بشكل كرانيوكودل and there is a machine and this machine usually having a plate، صفيحة تحط المريضة الصدر متاحة أو ثديها ما بين منطقة البلايت ومنطقة الميتاليك بليت والجلاس بليت، فينفرد الصدر بهذا الشكل وتأتي الأشعة من فوق إلى تحت، لذلك نسمو في الوضع كرانيو كودل، رأسي ذيلي، رأسي ذيلي يعني من فوق، يعني هذا مدى اتجاه الأشعة، والأشعة تبين هذه الكتلة، الكتلة اللي هي ماموغرافي. تلاحظ بأن في كتلة هنا الريجولار ستيليت تمام with the breast highly suggestive of carcinoma. في الغالب الكتلة هذه ما هيش كتلة حميدة وإنما كتلة خبيثة. تلاحظوا الصورة هذه، لو شفتوا الصورة هذه من stellate mass of the infiltrating ductal carcinoma usually consistent with the cancer. ف this is almost the same. فهذه الماموغرافي بتاعت ممكن نفس المريضة مبينة irregular mass which is malignant. هذا وظيفة الماموغرافي بأن يفيد الكلينيشن أو الطبيب في التشخيص. وأنتوا لو شفتوا هنا في هذه الشريحة حتلقوا بأن حوالي من 60 إلى 65% من مرضى سرطان الثدي they are recognized or diagnosed on the basis of abnormal mammography or abnormal mammogram. لذلك طبيعي جدا يكون الماموغرام مهم جدا كوسيلة تشخيصية لسرطان الثدي. الآن نأخذ الجزء الأخير في معركتنا مع السرطان وكيف نشخص السرطان من ناحية تشخيصية. الحق يقال أنا يعني طلبت بأننا نحاول نلغي الأجزاء المولكيولار أسبكت of the cancer and neoplasia من الجزء الكورس هذا، لأن كما أنتم زدتوا بديهين جديد والإنجليزية بتاعتكم يعني ليست perfect، فالمرض او منجو ناخذ السيستميك ديزيز حندخله كل موليكولار اسبيكت جوا المرض نفسه، فلذلك ما طرقتش الى اشياء موليكولار واجد الا في الجزء الاخير هذا اللي هو التيومر مارك التيومر ماركر. نذكركم قبل ما ناخذ التيومر ماركر بالجدول القديم الكلاسيكي اللي هو الديفرنس اللي يخلينا نحن ككلينيشن نميزه ان فيه ساركوما اور كارسينوما. ف this is the main table showing the difference between carcinoma which is the epithelial tumor origin neoplasia or the neoplasia arise from the connective tissue or the mesenchyme which is called carcinoma sarcoma. So the origin of the tumor in case of carcinoma is the epithelium while the origin of the sarcoma in case of the in this case is connective tissue or mesenchyme. Behavior is both of them they behave malignant so they are not benign. The frequency carcinoma it's much more common than sarcoma so carcinoma is more common. وفي ال preferred route of transmission طرق الانتشار بتاعها لا شك بأن carcinoma prefer the lymph while the sarcoma prefer the blood vessels or hematogenous spread. In situ phase اللي هو in situ carcinoma the intraepithelial neoplasia is much more common or is not present in sarcoma but it's existing in carcinoma. The last issue is that sarcoma usually occur below the age of 50 years while carcinoma is usually occur later in the age. ف 50 سنة هو الحد، أقل من 50 كثيرا من الأورام يكون sarcoma، أكثر من 50 سنة كثيرا من الأورام يكون
كارسينوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا أخوتي الطلبة، كنت at the end of my lecture but something technical happens, so this video is connected to the lecture of the clinical aspect of the cancer and cancer diagnosis اللي هو neoplasia clinical aspect. فوقفنا عند الجدول هذا which is the carcinoma and sarcoma main age difference. Now we will study the last topic in the neoplasia في جزء الموديول لهذا السمستر ولهذه السنة، وهو tumor marker. نحن مش قلنا في الparaneoplastic syndrome نمو الورم في جسم الإنسان associated sometimes with a lot of clinical manifestations and the substance which is secreted leading to alteration in the function، زي هنا الparathyroid hormone ولا ال ACTH like substance ولا any other substance which is a chemical substance ممكن ترتفع في الدم ونحن نستغلوها كوسيلة للتشخيص، صح ولا لا؟ لأن إذا ارتفعت في الدم فيجد التحليل سهل جدا، عبارة عن قوموا بتحليل الدم. ف what is exactly the tumor marker؟ So the tumor marker علامات الأورام باللغة العربية، علامات الأورام أو دلائل الأورام هو عبارة عن مادة كيماوية موجودة في الدم أو المصل السيرم، وجودها يمثل وجود إنزيم أو هرمون مع وجود الورم الأساسي اللي ممكن نستغله هذا وجود هذه المادة بالتحليل إن نديره مونيترينج مراقبة للعلاج نتاعنا، والله نشوفه هل ممكن المرض بعد العلاج شفي من المريض أو صار ريكورنس. يعني we know that if there are some sort of remission or there is a disease ريكارنس، عودة للمرض، فتعتبر وسيلة بسيطة جدا وممتازة وسهلة، عبارة عن ناخذ بس تحليل دم من المريض. فإكزامبل إز بروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين PSA. يوجوالي ذيس إز دايجنوستيك أند سكرينينج ميثود. إيش معنى كلمة سكرينينج؟ سكرينينج معناها مسح. شنو معنى مسح؟ يعني أنت عندك المجتمع بالكامل وتبي تدير دلائل الأورام الهم، فممكن تدير prostatic specific antigen لمثلا 100 شايب عشان تشوف من منهم المرتفع واللي عنده دلاله ان احتمال يكون في عنده ورم، والله اذا كنت درت لهم عمليه اوريدي وخذوه كيماوي هل في استجابه للورم ولا لا؟ كيف؟ اعطيتهم كيماوي بدا مثلا بي اس اي 15، بعد شهر درت له تحليل لقيت البي اس اي 3، واضح جدا بان المادة هذه تنتجها الخلايا السرطانية وقل نسبتها في الدم مع العلاج الكيماوي. معناها إيش؟ معناها العلاج الكيماوي مجدي ومفيد. ف this is a sort of screening or prognostic or diagnostic method which is non-specific and it's usually elevated in العيب بتاعت ال PSA بأن هي ما هيش بس في حالة سرطان البروستيت، وجدوا بأن هي ترتفع كذلك في حالة التورم الحميد البروستيت اللي اسمها benign prostatic hyperplasia PSA، باهي؟ وهذا يعتبر نوع من الاختبار الخاطئ اللي يخليه السنسيتيفيتي وسبيسيفيسيتي نتاع ايش نوعا ما لو. ايش معنى السنسيتيفيتي؟ معناها ان كثير من الحالات يكون بوزيتيف وتطلع النتيجة نيجاتيف، والعكس specificity معناها كثير من الحالات يكون نيجاتيف و في الأحرى يكون هو بوزيتيف. فالخصوصية ليست شديدة مما يخلي الموضوع غير يعني مفيد واجد في الدايجنوسيس، ولكن زي ما قلت لكم مفيد في screening في المسح الشامل للمرض وكذلك لمراقبة عما إذا كان العلاج سوي ولا لا. نفسها في سرطان البنكرياس والستومك والكولون والبرست we use another substance which is called CEA carcinoembryonic antigen carcinoembryonic antigen which is used in the screening as a screening method for the CRC colorectal cancer pancreatic adenocarcinoma stomach and breast
cancer. The third one, which is an example, is alpha fetoprotein, which is also used as a diagnostic and prognostic marker لمراقبة العلاج في حالات الهباتوسيروكارسينوما. طبعا انتم عارفين ان الفا فيتوبروتين ينتجها خلايا اليوكساك وفي الامبريونيك لايف والهباتوسايت في الادلت لايف. فيوزد از سكريننج ميثود في الهباتوسيروكارسينوما تيراتوكارسينوما اوف ذا تستيكل اند اوفري اند امبريونيك سيل كارسينوما. فلذلك يعتبر الالفا فيتوبروتين اي اف بي ممكن نقدر نقوله هنا بصراحة نكون ننظموها أكثر نقوله هنا ألفا فيتو بروتين سوري وهنا البي اس اي ممكن ناخذوها هنا وندروها بهذا الشكل بحيث تقعد كلهن بروستاتيك سبيسيفيك انتيجين بي اس اي تمام عشان يقدر ننظمات كلهن الاسم بعد اختصار Prosthetic Specific Antigen PSA Carcinoma Benign Antigen CEA Alpha Fetoprotein AFP Useful in the AFP Useful as an important method to detect the Hepatocellular HCC Teratocarcinoma in case of ovary and testicle and also the embryonal carcinoma للأسف لا الـ PSA ولا CIA CA ولا الألفا فيتوبروتين لاهن specific ولا sensitive يعني ممكن كثير من الحالات يقعد التحليل إيجابي وأصلا مش موجود الورم ف this is called H specificity أو إنه يكون التحليل سلبي ولكن الورم موجود فهذه تكون low sensitivity فلذلك دائما نحن نقوله في كلمة نقوله unfortunately يعني لسوء الحظ أو للأسف prosthetic specific antigen carcinoma benign antigen CA alpha fetoprotein AFP assays lack تفقد كل من الخصوصية والحساسية ولذلك تسمى low specificity low sensitivity commonly used marker في الكلينيك وجدات وانا بس هنا عطيتكم جدول على بعض الاورام اللي يستخدموا فيها والدلائل امتحان فمثلا the multiple myeloma which is hematological tumor of the bone marrow the diagnosis متاع by monoclonal antibody protein called Bingens protein BJP Bingens protein in case of hepatocellular زي ما قلنا الالفا فيتو بروتين الجاسترونتستينال تيومر زي ما قلنا كارسينوم امبريونيك انتيجين سي اي اي النيوروندوكراين تيومر سم بيبتايد لايك جاسترين اور انسولين ان كيس اوف ذا ادرينال ميدالاري تيومر كولد في كروموسايتوما ذا 24 اور يورينيك كولكشن فور ذا تيومر ماركر اور ذا يورينري فانيلاين ماندليك اسيد في ام اي ان كيس اوف ذا جاستريك اور بالمونري اور the CECAM carcinoid syndrome, the tumor marker is 5-hydroxyindoleacetic acid, FHAAA, 5-HAA. In case of choriocarcinoma, which is a tumor of the testicle ovary and in gestational form, gestational choriocarcinoma, واحد من أورام المشيمة, نسمو فيها كوريوكارسينوما التيومر ماركر بتاعها هو تحليل الحمل هو نفسه تحليل الحمل هو هرمون الحمل اللي يسمو فيها بيتا سب يونت اوف هيومن كوريونيك جونادوتروفين اي سي جي سوري اتش سي جي هيومن كوريونيك جونادوتروفين ان كيس اوف تيراتوما both a combination of الفا فيتوبروتين which is a marker of the testicular and ovarian tumor and human chorionic جونادوتروفين الجدول هذا يمثل ليستة لبعض الماركر اللي يستخدموا فيه في الكلينيك لتشخيص الأورام وعلى يدك اليسار هنا الورم اللي ممكن نستخدمه فمثلا في حالة الكارسينويد سيندروم نستخدم الفايف هي في حالة الانسولينوما أو النيوروندوكراين تيومر نستخدم الانسولين ليفل في حالة الجاسترونتستينال تيومر نستخدم الكارسينوم بينيك انتيجين سي اي اي
في حالة malignant teratoma نستخدم الالفافيتوبروتين وهي مايكورينكوناتروفين، في حالة الهيباستيرو كارسينوم الالفافيتوبروتين، في حالة المالتيبل مايلوما المونوكلونال انتي بادي اللي هو بنجنس بروتين. These are some of the commonly used tumor in the clinic with their some diagnostic usefulness. بالشكل هذا نحن نحاول ان نقوم نلتقوا مع بعضنا ان شاء الله لو قدرت انا، لاني انا عندي سفريه قريبه خارج البلاد. لو قدرنا نقعدوا مع بعضنا ونحاول نراجع اربع محاضرات مع بعضنا ونستقبل اسئلتكم واستفهاماتكم عليها. حاولت انا في اربع محاضرات لاني خلصت في جزء النيوبليجيا بالكامل، وحاولت نشرح بنوع من البطء عشان تفهموا، وتكلمت باللغة العربية بالرغم أني لا أحبذ أن أتكلم كثيرا باللغة العربية أثناء الشرح، ولكن أنا أعرف مشكلتكم أنكم كثير منكم خبرتها بفهم الإنجليش واللاتين is not that good. عموما نتمنى أنكم تكونوا استفدتم من الكورس هذا، ولنا لقاء إن شاء الله في السمستر القادم واللي بعده في some systemic course like the cardiovascular or the CNS or gastrointestinal والله أي كورس يكون مقرر عليكم. إلى أن نلتقي، لكم مني أطيب الأماني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.